FM. الكل مليك. النهضة عملت مراجعات حسب اعتقادي داخلية. ما كنتش نحب باش نائبة زميلة في حركة النهضة هي تكون محامية على قاتلة لطفي نقد. حتى ذاك يولي كان موقف سياسي. معناها تقلقت باش تكون سياسيين من حركة النهضة هم يساندوا في ويدافعوا على قتلة الشهيد لطفي نقد. أما مهما يكون الأمر هم مواطنين يقعدوا توانسة وعندهم الحق في محاكمة عادلة. الكلمة ليك.